دلوقتي مناقشة في موضوع عن الرعاية، بس هنقرا آيتين كده من رسالة بطرس الأولى إصحاح 5. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، شيوخ طبعا في اليوناني يعني الكهنة، برزبيتيروس، الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم، هو رئيس كهنة طبعا، فبيكلم الكهنة والأسقف، أنا أعتبركم كهنة واسمعوا كلام، والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعاية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بالنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعاية. متى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلغ. احنا قلنا ان عندنا دافعين كبار للرعاية او للتشبه بالراعي. الدافع الاولاني الشاهد لآلام المسيح، طول ما الصليب قصاد عينك انت هتخدم بذمة وهتتوب بذمة، هتعمل كل حاجة بذمة. لو آلام المسيح قصادك مش هتستخسر مجهودك في الناس، هتتعب وانت مش حاسس بالتعب لأنك شايف آلام المسيح قصاد عينك. على فكرة بطرس ما كانش تحت الصليب، مش كده؟ إنما شاهد لآلام المسيح، يعني اللي سمعه زي حالتنا عن الغلب اللي شافه المسيح هو اللي مخليه لآخر حياته بيقول الكلام ده، إنه شاهد لآلام المسيح. أنت كمان شاهد لآلام المسيح، أنت ماسك صليب وبتقول باسم الصليب، فما تقدرش الموضوع ده تلغيه من دماغك. الدافع الثاني شريك المجد العتيد، الحاجة اللي شداك من قدام إن في مجد مستنيك، فما تضيعوش من إيدك. إذا كنت تشتغل مع المسيح رئيس الرعاة فتبقى راعي على قد عيالك على قد خدمتك، خسارة تضيع مكانتك وانت شريك المجد العتيد أن يعلن. في مجد مستنيك لو جهدت بأمانة وكملت الدور المطلوب منك. سؤالي بقى عن إيه؟ عن انحرافات الراعي، لأن ده مش الراعي الصالح بقى، ده حضرتك بقى وسعادتك وإحنا بقى. فهنا يقول لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا بربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعاية. أنا ركز على كلمة اضطرار بس. إيه اللي يوصل الخادم إنه يبقى بيخدم مضطر؟ هنا بطرس بينبهنا ويقول اوعوا تخدموا عن اضطرار. والسؤال الثاني عشان برضو ايه اللي يحب يجاوب على اي سؤال فيهم، ايه شكل الخادم او ايه مظاهر الاضطرار؟ يعني امتى تقول انا بقيت اخدم مضطر؟ باين عليك ايه بقى؟ في اسباب وفي مظاهر، فاهمين؟ مظاهر الاضطرار ايه واسبابه ايه؟ ايه اللي وصلك لكده؟ ده سؤال. ومظهر الخادم اللي بيخدم مضطر ده مظهره ايه؟ فاهمين كلام ولا صعب؟ السبب ممكن الاضطرار ان يكون الدافع هو المظهرية فأصبح مضطر. قبل الأسباب نقول تشخص نفسك ازاي تقول انا وقعت في الاضطرار، انا اصبحت بخدم باضطرار. تشخص نفسك ازاي؟ انا بتكلم دلوقتي مظهرها ايه مش سببها ايه، مش ليه وصلت لكده، لا عرفت منين انك وصلت انك عكسها. هو حط عكسها عشان ما لخبطناش، بيقول لا باضطرار لا عن اضطرار بل بنشاط، ها بل بالاختيار. اصل ابسط حاجه ان انا نازل اخدم وانا ملياش نفس، ها اتفضلي، مش محضر ماشي، مش فرحان، ها متذمر، مش عاجبني حاجه، برافو، بتلكك ادور على العذر اللي الله ربي من الخدمه، عندي فتور، نازل بدون نفس، برافو، مش ملتزم، مفيش حماس، مفيش حماس تجاه المخدوم. يعني بتسمع المشكله ببلاده كده وايه يعني يحصل اللي يحصل. ممكن الاضطرار يبان انك انت عمال تتصيد اخطاء الخدام والمخدومين وابونا، يعني حتى دي بقى ايه عشان مفيش نفس، مش مشغول بالهدف الروحي. ممكن الاضطرار يبان على اني ما بقتش مركز في الهدف ان الناس تحب ربنا، مفيش نمو، يعني بخدم بس زي الموظف كده رايح راجع رايح راجع بقالي كذا سنة مفيش تغيير في حياتي. الاضطرار ممكن يبان على شكل عصبية وعدم الصبر، يوه الاتوبيس اتأخر موعدهم فلسوا مش عارف ايه،
ده معناه انك نازل مضطر، لو نازل فرحان مش هتعمل ده كله. اه التلكيك، يعني التلكيك ان اللي معايا مش نازل كويس جت منهم، ما فيش ثمر واضح لانه انا مش متعب. بصوا هديكوا اسماء تانية لحتة الاضطرار دي او حاجات مشابهة، ساعات يسموها حرب التثقل او حرب الضجر الملل. التثقل يعني ايه؟ يعني الحكاية تقيلة على قلبك، يعني ايه؟ بتجر رجليك جار، فاهمين ازاي؟ ندخل في الاسباب. ايه تفضل. برافو. الاضطرار دايما ينعكس على فكرة على علاقتك باللي حواليك. الخادم اللي مختار يخدم تلاقوه يستحمل اللي حواليه ويحبهم ويجلهم ويحترمهم ويقدرهم ويشاركهم، انما المضطر تلاقيه يقفش من اقل حاجة كده يعمل مشاكل. طيب ندخل على الاسباب. اسباب الاضطرار يعني ايه اللي وصلك يا خادم انك فقدت حماسك فبقيت بتخدم متثقل، بتخدم بتضجر بضجر بملل سهل سؤال سهل عربي برافو. اول سبب الاحباطات الخارجية. يبقى احنا هنقسمهم نوعين من الاسباب، اسباب داخلية واسباب خارجية. ماشي برضو غادي كلام عربي يعني اسباب خاصة بيك انت خلتك توصل للضجر او التثقل، او ظروف خارجية. اما الاحباطات برضو ايه بقى الاحباطات دي نسمع. يعني الاسباب الخاصة الداخلية ان انا علاقتي بربنا ضعفت فدخلت في الضجر او التثقل. يعني ايه؟ اللي ما بيصليش ما بيقراش، ما موضوع الخدمة خلاص بقى ملوش طعم، انما اللي بيصلي وبيخدم بيقرا وبيتناول الموضوع شغله، فتبص تلاقوه دايما يستعيد حماسه بسهولة. فاول سبب مهم هنا ان الواحد قانونه وقع، نظامه مع ربنا ضعف، ده على طول ينعكس بحتة الضجر او التثقل او الاضطرار. الاضطرار ساعات يرتبط بروح الكبرياء او البر الذاتي، يعني لو حسيت انك بقيت حاجة تلاقي الخدمة فترة، يعني تلاقي نفسك مالكش نفس، عكس المطاقة لما تقدم وتحس انك بقيت فاهم وخادم مهم تفاجأ انك فقدت حماسك، بقيت مضطر تروح، ده لانك ابتديت تحس انك انت فاهم وقديم وبتاع، انما في البداية وانت كده تلميذ وبتتعلم كنت نشيط قوي. فالبر الذاتي يطفي الحماس والروح الصح. ايه تاني؟ هاني روتين. ممكن ده يبقى جوه وبره على فكرة. اسباب خارجية ممكن تبقى روتين الخدمة، ممكن لو الخدمة فيهاش اي نوع من التجديد ممكن ده لوحده يطفي حماسك، ولو انت واخدها بناحية روتينية. لو الهدف ضاع او تحول الى هدف شخصي، ان الناس تحبني او ان انا ابقى معروف كخادم او ان انا اعمل علاقات اكتر او واتفر بقى الهدف الغلط، تلاقي بعد شوية الحماس راح. خلي بالكم هي فكرة اضطرار، يعني الحماس راح، الرغبة الداخلية. شوفوا عكسها عشان تفهموها، بل بالاختيار، يعني تفضل بعد 10 سنين مختار تخدم، نفسك تخدم وانت بتخدم بقالك 10 سنين، انما لسه الرغبة مستمرة، الحماس موجود. مظبوط. برافو، حلوة الكلمة دي. لما الدافع يتغير ما يبقاش حب ربنا، يبقى حب الانجاز في ذاته، يعني الاتشيفمنت، انا بنجز بعمل حاجة، ده ما يديش حماس مستمر، لانه ممكن الدنيا ما تمشيش. دي تتدخلنا في الاحباطات، المخدوم مش قابل، المشاكل ما بتتحلش. لو انت مش بتحب ربنا هتفقد حماسك، هتتسد نفسك، اصل هم يسدوا النفس، يعني هيبقى ده لسان حالك يعني، انما لو بتحب ربنا مش هتتسد نفسك. برافو عليك. ممكن من اسباب الاضطرار التبعية، يعني انك خدمت بالتبعية. يعني ايه؟ اصحابك قالوا لك تعال اخدم فخدمت، انما انت من البداية داخل كده ايه في الرجلين، يعني ما اخترتش من البداية، انت ما حبيتش واخترت، انت تزقيت. يعني من الاسباب الخارجية الخاصة بيك المشغولية الزيادة تطفي حماسك للخدمة. لما تكون معكوك في الشغل ومشاكل البيت، يجي يوم الخدمة يو دي بقى اضطرار. ايه اللي خلاك تقول يو؟ لانك مدوش زيادة، فالدوشة الزيادة خلتك مش مستحمل حتى يوم الخدمة. ممكن تكون الاسباب الخارجية ان انا مش عارف
انطلق في الخدمة، مش مديني فرصة، فطفوا حماسي. كل ما اقول رأيي يقولوا لي ما بتفهمش، او يسكتوني، او يقصقصوا بنحاتي، او مش مديني فرصة اعمل حاجة نفسي اعملها. فطبعا ده خلاني مش ماليش نفس. فاهمين الكلمة؟ اتفضل. بقت الوقت الفراغ بتاعي بعمل ايه؟ لو كان الغرض من الخدمة من البداية شغل الوقت، لازم هتوصل للطرار بعد شوية. لو كان الهدف من البداية شغل وقت، واحد بيملى الوقت بالخدمة مش هيكمل، بعد شوية هيبرد. تفضل. احيانا يكون سوء فهم الخدمة انها مجرد نشاط، انها اكتيفيتي يعني، انها جو كويس، انما مش خلاص نفسك والناس، مش ابدية الناس معلقة عليك. انه ساعات يكون الامين هو اللي طفى حماس الخادم، ده كلام مظبوط. القيادات يعني المسؤولين، مظبوط. جميلة دي، تعبير حلو. لما ربنا يتوه مني في الخدمة، تعبير جميل. ساعات فعلا ربنا يتوه مننا ليه؟ وراك كذا وراك كذا وراك كذا، وتحايل ده وتعمل ده وده، وربنا فين في الموضوع؟ لا بتصلي ولا بتقرا. يعني عاوز اقول ايه، الخدمه انحرفت الى اداريات والى انجازات والى، وربنا راح مننا. احد الدوافع اللي مش مظبوطه ان انا بخدم لحسن، يعني فاهمين ازاي؟ فطبعا بجر رجليا، لانه دافع الخوف ما يكفيش للاستمراريه كتير، دافع الحب يخليك تكمل. انما داخل خدمه خايف توقف الخدمه لاحسن، لا وقف مش هيحصل حاجه. لما الواحد يتصدم في المخدوم كتير قوي، حصل معاهم دي بالذات في خدمات الرحمه، في الاول تنزل قلبك مفتوح، نقعد نقول لك امسك ايدك، طبعا انت بتطنش وبتطلع، فايه تطلع زياده، وبعدين تكتشف انه الجماعه دول مرتزقه، يعني هم اساسا يعرفوا يعملوا قصص ويطلعوا اللي في جيبك كل مره بحكايه، فتتكبس، تتسد نفسك. الله طلعت الحكايه ملها مش لذيذه في الاول، اول مره واول مرتين كنت حاسس انك بتنقذ ناس، وبعدين طلع ما حصلش حاجه يعني، فتتغاظ لان انت دخلتها واحنا نبهناك ان ده مش صح، لكن ما سمعتش الكلام. برافو. الاحباطات احيانا تيجي من الخدام نفسهم، لوس كده يعني، واخدين الخدمه. أقول لكم حاجة، كنت فيش حد هنا في أعداد خدام، لما كنت زمان ماسك أعداد خدام قبل الكهنوت يعني، فكنا لاحظنا ظاهرة كده إن الولاد يطلعوا من تحت إيدينا، أستاذ موريس بقى ودكتور مرقص وأنا معاهم بتاع، حافظين القواعد، يعني إيه مفيش خدمة من غير تحضير، الميعاد مش عارف إيه بتاع. أول ما ينزلوا الأسر يستلموهم الخدام القدام، يقول لهم بصوا بقى اللي سمعتوه ده تنسوه، احنا الدنيا هنا بقى رايقه بقى وسايحه، ولا حد بيحضر، فما تعملوش فيها ايه يعني جد وبتاع. ففوجئنا اللي احنا بنزرعه اول ما بينزلوا على الخدام، هما بقى الخدام القدام خايفين الجداد يكسفوهم، يعني هيحضروا بقى داخلين جد، فايه كانوا يشربوهم روح الدلع يعني. فطبعا مسكنا الامنا وقلنا لهم لا اعدلوا لنا الحكايه دي، ما تبوظوش اللي طالعين. ففعلا ساعات الخادم يعني الجديد يكون واخدها بحماس قوي، والقديم هو اللي يطفي حماسه، يقول له يا عم ما تاخدهاش جد قوي كده يعني، احنا طالعين نضحك. برافو. احيانا حلوه النقطه دي، لما يكتشف الخادم انه عشان بقى خادم ما يصحش يشرب خمره، ما يصحش يروح المكان ده، يبتدي بقى ايه يفكر، طب ايه اختار بقى، فاهمين ازاي؟ ابتدى بقى يروح الخدمه مضطر، لانه في اغراءات تانية لازم يتنازل عنها. جميل. من الأسباب الداخلية أو الخاصة بيك إنك تكون فاضي من جوه. لو فاضي لازم هتوصل لحتة الاضطرار، مالكش نفس يعني. خادم فقط تركيزه على حياته الروحية لازم هيوصل الكرامة. طبعا لو سبق الكرامة دخل يطفي، يعني كنت داخل الأول متواضع ومكسوف من نفسك وحاسس ما تنفعش خادم، بعد شوية طب ليه ادوا المسؤولية لفلان، ما أنا أقدم منه، دخلنا في كلام بقى إيه مش بتاع خدام خالص، ده على طول بعد شويه هيخليك مضطر مش هيخليك مختار، لانك دخلت بقى في مشاكل الوظيفه يعني. اتفضلي. و برافو عليك. ساعات يكون مش عارف امشي في الخدمه دي بالذات، لان مواهبي او شخصيتي مش نافع. الكلام ده مظبوط قوي يا جماعه. مثلا انا اكتشفت لما ابتدينا خدمه هم ببرام من كام سنه،
انه انجح ناس هم الستات والرجاله اللي عايشين في الدنيا، هم اللي يدخلوا البيوت ويتكلموا مع الناس. الشباب بتاع جامعه لما كان يروح 1 من 10 اللي يكمل. ليه؟ مش بيعرفوا يتكلموا مع الستات الكبار والرجاله الكبار، مش بيعرفوا ومش قادرين يوعظوهم نفسيا، هم اصغر منهم كتير. وبعدين الخدمه ما فيهاش، هم عاوزين اكشن، شيل وحطوا بتاع. الخدمه ما فيهاش كده كتير، في العشوائيات يمكن في القرى ماشي. فلقيت كتير من الشباب بيقع، اللي بيكمل الكبار بس. ليه؟ لانه فقد الحماس، لانه مش لاقي نفسه في الخدمه. لما راحوا بقى يخدموا الاطفال لقوا نفسه فانطلقوا. فاهمين الفكره؟ اذا لما الواحد يلاقي اللي يناسبه طبعا بتفرق، بيخلي حماسه يستمر. انما لو خدمه مش مناسبه، واحد ما بيعرفش يتكلم خالص، فرايح راجع بقاله شهرين بيروح ويرجع ما بينطقش وما بيعملش حاجه خالص، هيضطر بعد كده هيبقى مسقى يعني، ملوش نفس، لانها مش لا ما بيعملش حاجه. ايه تاني؟ اتفضل. عدم وجود ارشاد روحي الذين هم بلا. برافو برافو. عدم وجود الارشاد او بالاعتراف في المنطقه دي بالذات يخليك يا اما تندفع قوي فتتكعبل، يا اما تطلع بره الخط. انما وجود ارشاد يخليك تعرف تمشي في الخدمه صح، ما تقعش. اتفضلي. برافو. ساعات معطلات خارجيه زي ايه؟ بقيه العيله بقوا ماسكينك تريقه يا خادم، يعني اعتبروك بقى ايه، بقيت يعني حاجه مش طبيعيه انك بقيت خادم، بالذات وانت اساسا بعيد قوي عن الخط ده. فالنقله بالنسبه لهم النقله واخدينها تريقه، فساعات ده يكششك ويخليك تتراجع لانك مش التريقه بتتعبك. حاجه تاني؟ اتفضلي. برافو. اليأس من عدم نجاح او الاحساس بالفشل جوه الخدمه. يعني يجي واحد يقول لي بقى لي 2 سنين بزور البيت مفيش حاجه بتتغير، العيب فيا. لازم الاحساس ده يخليك احيانا لو استسلمت له تقع ما تكملش. اتفضلي. عدم وجود برافو. اشكرك. عدم وجود نظام واضح وبرنامج واضح واهداف واضحه يفقد الخادم حماسه. الخدمة الهلهلية ما العشوائية دي ما بتريحش، بعد شوية بتخلي الناس تقع وما تكملش. في أسباب تانية؟ ها تفضلي. لو ما عرفتش أحب المخدوم، يعني عدم حب الناس في ذاتها يخلي يعني في خدام كتير قوي يبقى مريض، بس عارف إن الست أم فلان مستنياه بالاسم فيتحمل ويروح لانه هتزعل، فهو عشان خاطرها خلاص هيروح. هو معاه عذر انه ممكن ما يروحش لانه عيان، بس لانه عارف قد ايه وشها بينور وبتقعد تدعي له مش قادر ما يروحش. لما حباها خلاص مش ممكن هيبطل يروح، فما بقتش باضطرار. اخر سؤال عشان ننام. اذا كنا تثقلنا في وقت، كلنا هيعدي علينا التثقل على فكره، تفتكروش انها حاجه عجبه يعني، لا، هيجي لك وقت بعد فترة كده تتحارب بالضجر والتثقل، وانك خلاص مفيش جديد بقى، يا اما اسباب داخلية او خارجية او كله على بعض. تعالجوا ازاي؟ العلاج عشان يعني تعمل ايه لو حسيت انك بقيت تروح الخدمة مضطر. تفضل. حلو. اول حاجة الصلاة. يا رب رجع لي الحماس، ما ينفعش اخدمك بدون نفس، ما يصحش. فتبقى متضايق من نفسك ان جه اليوم اللي مش عاوز تنزل خدمه، يا ريتهم يلغوا. ما تفكر بالطريقه دي، احساس مش حلو. لازم تصالح ربنا، انا يا رب ليه وصلت لكده. برافو. اعترف بيها. زي اي حاله من حالات الفتور، الاضطرار في الخدمه هو عباره عن فتور روحي. التنشيط الروحي صح، اي نوع من التنشيط الروحي، خلوه في دير، مؤتمر روحي، ركزت مع نفسك شوية هيرجع لك حماسك. تفضل. برافو عليك. ابحث عن خادم لسه سخن، الزق له. عارفين نظام الفحم؟ في فحمة سودة باردة، وفي فحمة تحط صباعك تتلسع. الزق في اللي بيلسع ده، يعني شوف الخادم اللي سخن ده، لو قربت منه خلاص هتسخن. تفضلي.
برافو برافو. برضو التلمذة، فكرة التلمذة على سير قديسين، شوف الناس كانوا بيحبوا ربنا ازاي وكانوا بيشتغلوا ازاي. طب احنا مش بنقول لك هتروح مثلا مجاهل افريقيا، بيقول لك رايح حتة على بعد ساعة. طيب يعني مش كتير عليك. برافو. مراجعة المفاهيم الروحية، مراجعة المفاهيم الروحية بمعنى ايه؟ مثلا من مبادئ خدمة اخوة الرب ان المسيح هو الفقير او الفقير هو المسيح. طب ما الفكرة دي لو رجعتها كويس حد طايل؟ لو احنا قلنا لكم بكرة نروح نقابل المسيح محدش هينام بس كده؟ طب انت ليه نسيت الفكرة دي؟ ما هي مبدأ روحي. لما تراجع مبدأ انه طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. طب ما كل المبادئ دي تخليك لا ده انا هخدم، ده ما اسيب اي حاجه بس اخدم. اتفضل. اقعد اراجع مع نفسي هلاقي ضعفه معينه. برافو. اراجع الاسباب، اشوف انا ليه بريت كل الليسته الطويله المهببه اللي فاتت دي، يعني اراجعها اشوف ايه اللي خلاني اطفي، هل العيب فيا ولا في الخدمه ولا المشكله. برافو. ان انا ما اكتفيش ان الخدمه تبقى يوم الخدمه، لو بقيت الاسبوع بصلي للناس هيحافظ على حماسي، لو بفكر في مشاكله هيحافظ على حماسي، لو اكتفيت ان على قد ساعتين ثلاثه الخدمه هيجي وقت لازم اطفي. جميل. ابحث عن شخص مشجع حتى لو مش سخن قوي قوي يعني، لكن على الاقل لو قريب لقلبي ده لوحده هيخليني اتحرك. لو عرفت احبه، لو حبيت المخدوم طبعا هشتاق اروح. اتفضلي. ممكن بس باذن اب الاعتراف، يعني خلوا ده اخر حل، حتى تغيير الخدمه، الخوف كل الخوف لنغير الخدمه وبعد شهرين نبرد برضه فالمشكله ما اتحلتش. انما لو تاكدنا ان الموضوع فعلا ان الموهبه مش ماشيه في المكان ده يبقى نغير الخدمه، يعني دي الحاله الوحيده اللي ينجح فيها تغيير الخدمه. انما بقيه الحالات لو رجعنا وهتغير هتتنشط اول اسبوعين وهتنام تاني لان ما حلناش الاشكال. ايفت. برافو. ان الامين والمجموعه المسؤوله تراعي التغيير والتجديد المستمر، لان المونوتونيه الروتينيه لازم تطفي حماس الكل، فالحيويه بتاعت الامين او القائد ليها تاثير على المجموعه طبعا. عشان كده الاخطر لو الامين هو اللي برد او القائد نفسه لو طفى يطفي اللي معاه، لان هما باصين له هو برضه دينامو الفريق. برافو. فكره الاغابي والايفاليويشن مهمه قوي، فكره لقاء محبه للخدام بره الخدمه، نقعد نحكي في الخدمه ونري ايفاليويت كده اللي بيحصل مفيده قوي، سخن سخن الدنيا تاني. برافو. براجع البركات اللي انا بكسبها وانا بختم عشان ما برتش، براجع انا بكسب قد ايه، الدوافع اللي قلناها قد ايه، المسيح تعب عشان الناس دول انا مستخسر شويه مجهود. برافو. مع الناس العقلانيين زياده اللي بيفكروا زياده قوي يدي المخ اجازه شويه ويقول انا اتفقت مع ربنا هخدم يبقى هخدم، ما يقعدش يراجعها كتير لانه ساعات تقلب معاه بايه، بتراجع مش بحماس. انا بعتقد انه لما الواحد يكون بيعترف بشكل منتظم للخادم بالذات، في سؤال مهم قوي في الاعتراف، لازم اي خادم هو بيعترف يريبورت خدمته، يقول كلمه عن خدمته، امين ولا مقصر، بيروح ولا ما بيروحش، بيحضر ولا ما بيحضرش، فرحان ولا مش فرحان. ما انساش بعد فتره من الكهنوت في الاول خالص، اول مره قابلت سيدنا انبا بخوميو سالني سؤال اول مره اتساله بس فرحت بالسؤال، قال يا ابونا فرحان بخدمتك؟ قلت له فرحان يا سيدي، بس كان سؤال حلو، يعني عادة ما بنتسألش السؤال ده، فأنت لازم تفضل فرحان، فاهمين الفكرة؟ فهو السؤال ده أنت بتسأله لنفسك في كل اعتراف، أنت لسه فرحان إنك بتخدم ولا خلاص ما بقتش فرحان؟ ما ده اللي هينبهك، فده جزء من توبتك واعترافك إنك تراجع يا ترى أنت لسه فرحان ولا لأ. فلو الواحد بيفحص نفسه كل فترة هتبان، وممكن تيجي من اللي حواليك، ان زميلك يقول لك انت ليه ما بقتش بتيجي زي الاول، ليه ما بتعمل، فالكلمه تفوقك. الرساله دي جايه من الامين او من الزميل، هي رساله انت ما بقتش زي الاول ليه. فالواحد لو يعني منتبه هتوصله الرساله.
الحوار، الحوار يرجع لك الحماس، الإلقاء لا، خلي بالك لما تاخد وتدي مع الناس تسخن، إنما لما تقول بس تبرد. ففكرة الانتر اكشن ده مفيد قوي في انك يرجع لك حماسك. برافو. محبة الخدام لبعض دي نسينا نقولها على فكرة، محبة الخدام لبعض تحفظ للخادم حماسه، دي قاعدة مهمة. وبرود المحبة بيننا وبين بعض تطفي كل الخدام، المشاكل اللي بين الخدام وبعض والزنب بقى واللخبطة دي تضيع خالص حلاوة الخدمة، تخلي الواحد متثقل ليه؟ هروح بقى يقول لك فلان عمل وفلان سوى، باظت الحكايه، الشيطان نجح. انما لو بيحبوا بعض فعلا، حتى لو رحت عشان بتحب اخواتك الخدام، ويعني طب ومال، دي حاجه حلوه انك رايح لانك بتحب زمايلك اللي في الخدمه، ومال، دافع مقدس مش حاجه وحشه. جميل. وعود ربنا للخدام طبعا لو طلعتها وحفظتها مش هتنام ابدا، امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.